هروب أبطال الألعاب الفردية، كشف المستور عن الاتحاد المصري، وكلمة السر الظلم والوسطة. اختفاء أحمد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة، خبر صحينا عليه زي الصدمة في أواخر شهر مايو اللي فات. أعلنته بعثة منتخب مصر للمصارعة البطل اللي كان لسه جايب ميدالية فضية في بطولة الحمامات في تونس، اختفى وساب شنطته وهدومه، بس خاب باسبوره معاه وبينقلق الناس عليه. وتوقع السيناريو اللي مش جديد على أبطال الألعاب الفردية المهدور حقهم في مصر. حصل اتصال بوالد اللاعب بغدودة اللي أنكر وقتها معرفته بمكان ابنه، بس كشف المستور عن الاتحاد لأنه قال: أنا ابني ما خدش جنيه من الاتحاد من 12 سنة لعب، وبالظبط من شهرين قبض 2200 جنيه من المشروع القومي. لعب البطولة وهو مصاب في إيده ورجله وكانوا ورمين، رغم كده جاب الميدالية الفضية، وبالنسبة لأحمد دي هزيمة. وبعد 15 يوم ظهر أحمد بغدودة في فيديو طمن الناس عليه وأكد إنه في فرنسا، وشكر شعب مصر على الدعم الشديد اللي لقى منهم ودعوتهم ليه بالتوفيق في المكان الجديد اللي اختاره، وعن الدعوة اللي وجهتها ليه الأكاديمية الوطنية للتدريب ورعايته كموهبة رياضية بناء على توجيهات الرئيس السيسي. شكرهم وقال: مصر مليانة بمواهب كتير زي أحمد بغدودة، لكن محتاجين للدعم، وبشكر الشعب المصري على دعمهم ليا. بعدها ظهر أبطال تانية بيأكدوا لنا إن الظلم اللي بقى ملازم للألعاب الفردية في مصر سلسلة ملهاش آخر. البطل العالمي في الكاراتيه علي الصاوي ظهر في مقابلة تلفزيونية مع لميس الحديد وأكد إنه بيقبض 1800 جنيه في الشهر، وده بعد ما خد البطولة العالمية، وبابتسامة مالية وشه وقال إن قبل كده ما كانش فيه قبض. والأغرب في قصته بقى إن الراتب ده موقوف لأنه معاقب، ولأن شر البلية ما يضحك، تعال أقول لكم ليه وقفوا له المرتب. حسب كلام كابتن علي الصاوي إن عشان تقبض مرتبك لازم تكون حاضر 70% من التدريبات، ولأنه مصاب في الفترة دي ومثبت الكلام ده بورق طبي ما قدرش يحضر تدريباته. بس هو كده مش هتقبض برضو إلا لو حضرت 70% من التمرينات. المأساة دي رجعتنا لقصة البطل المصري محمود فوزي لاعب المصارعة اللي اتحارب واتهدر حقه بسبب الواسطة والمحسوبية، واتشطب اسمه رغم أحقيته، وساعتها استبدل باللاعب أحمد عجينة للمشاركة في بطولة العالم في فرنسا 2018، رغم أن عجينة ما شاركش في بطولة الجمهورية في السنة اللي المفروض تأهله لبطولة العالم حسب القوانين الرياضية، ولا حضر التمرينات. راح هناك فضحنا عالميا وخسر 10-0 في اول دقيقة. وبعد ضغوط كبيرة على محمد فوزي واتهامات باطلة طالت الشرف والسمعة، لعب محمود في اولمبياد طوكيو 2020 لكن باسم الولايات المتحدة الامريكية، رغم ان البطولة اتأجلت وقتها بسبب الكورونا، بس هو ما وقفش تمرينات، ده كمان اتجه لرياضة الفنون القتالية، ومن أول بطولة احترافية شارك فيها اكتسحها من أول دقيقة. والمشهد اللي ما يتنسيش لمحمود في البطولة دي وهو داخل شايل على كتفه اليمين علم مصر وعلى كتفه الشمال علم أمريكا. طبعاً ده مش أول ولا آخر مصارع مصري محترف يحصل معاه كده للأسف. من حوالي 6 سنين برضو وقبل قصة محمود فوزي اتصدر اسم المصارع المصري طارق عبد السلام الأخبار الرياضية بعد ما قدر يجيب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة لكن باسم بلغاريا. وقتها الناس استغربت إزاي لاعب مصري ياخد بطولة باسم بلغاريا، إيه اللي جاب القلع عند البحر؟ وطلع مسؤولين بالاتحاد المصري في المداخلات التلفزيونية يوسموه بالخيانة وإنه عار على مصر اللي تربى وعاش فيها وتعلم فيها اللعبة وخلته بطل وليه اسم، وهلم جرة من الاتهامات وخدوهم بالصوت ليغلبوكوا. وده اللي خلى كابتن طارق ما يسكتش، ما هو مش هيبقى ظلم وكمان افترى. وفي مداخلة تلفزيونية شرح فيها معاناته مع مسؤولين الاتحاد المصري للمصارعة والظلم اللي تعرض له ومستقبله اللي كان على وش ضياع بسببهم. فقال البطل في مداخلة في برنامج مساء دي ام سي مع المذيعة إيمان الحصري: الموضوع من زمان وأنا مع الاتحاد المصري للمصارعة إن هم مش عايزين يساعدوا، حصل لي مشكلة في ركبتي في بطولة فاتصبت وقعدت حوالي 6 شهور رافضين يعملوا لي العملية بتاعت ركبتي رغم انها كانت عملية بسيطة. وفي اول 2015 جالي غضروف في الرقبة ودخلت بحالتي دي في بطولة ولعبت،
ورجعت للمسؤولين أطالبهم بالعلاج. قالوا لي هنعمل لك علاج طبيعي ووعدوني بالعلاج. للأسف الكلام ده بيضحكوا علينا بيه وقت دخول البطولات بس، وأول ما بنرجع محدش منهم بيعبرنا. وفضلت أطالبهم كتير إني محتاج عملية لحد ما جابوها لي على بلاطة، واتقال لي محدش هيعمل لك العملية لأنها اترفضت، ولو عملتها تبقى بطل مصارعة. وكمل البطل كلامه وقال أنا فضلت أتمرن وألعب وأنا تعبان لحد ما وصلت للدورة الإفريقية في كونغو، لأني عارف إن البطولة دي بيبقى فيها مكافأة وهقدر من فلوسها أعمل العملية على نفقتي الخاصة. وفعلا صرفت كل الفلوس اللي لمتها من المصارعة على مدار 15 سنة من يوم ما بدأت اللعب، وصرفت فوقيهم كمان من جيبي علشان أتعالج. بس بعدها فكرت إنه خلاص أنا بصرف على كل حاجة وأنا بعمل كل حاجة وأتعب وأتصاب ومحدش بيعالج ومفيش عائد، يبقى خلاص ملهاش عازة، أنا أعتزل أحسن. رحت على بلغاريا علشان أشتغل واتجوزت، وبالصدفة وكرم ربنا المسؤولين في بلغاريا كانوا عارفيني من أيام ما كنت بلعب باسم مصر، وهم اللي ساعدوني أطلع الباسبور وخلص ورقي واهتموا بعلاجي وإقامتي. ومن أول مرة لعبت باسم بلغاريا جبت أول مرتين جمهورية، وكانوا عايزين نشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو، وبعتوا لمصر ياخدوا التصريح إني ألعب باسم بلغاريا، والاتحاد رفض. اضطريت حسب القانون إني أقعد سنة، والمسؤولين هنا دفعوا الغرامة 5000 فرنك سويسري للاتحاد الدولي، وبدأت ألعب تاني باسم بلغاريا. ومع أول بطولة دولية ربنا كرمني وجبت ذهب. وقتها كان نفسي ألعب باسم مصر، وكان نفسي أرفع علم مصر، بس للأسف محدش عايز كده من الاتحاد عندنا، كلهم بتوع مصلحتهم بيدوروا ازاي يسافروا وازاي يعبوا فلوس في جيوبهم، ومحدش بيفكر في اللعيبة خالص. وكلامه هو كمان خلانا نرجع ونفتكر كرم جابر. طب حد لسه فاكر بطل المصارعة الرومانية كرم جابر؟ تعالوا احكي لكم راح فين، هتستنتجوا ايه اللي حصل معاه ووصله لكده. بطل المصارعة الرومانية كرم جابر اللي رفض التجنيس وتمسك برفع علم مصر دوليا، واللي كان آخر مشاركاته الرياضية سنة 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو، وبعدها ساب المصارعة واتجه لعالم الفن. وبالفعل شارك في 4 أعمال فنية، منها مسلسل لمس أكتاف وفيلم حملة فرعون، كمان فيلم هنا والسرور، وآخر ظهور لي كان في مسلسل خلي بالك من زيزي اللي اتعرض في رمضان 2021. أكيد دلوقتي استنتجتوا حكايته اللي ما حكاهاش، وعرفتوا ولادنا بيتبعتروا في بلاد الله ليه، ومين المسؤول، ومين اللي تعمد انه ما يظهرش لينا أبطال عالميين في ألعاب فردية في مصر، والاهتمام المبالغ بيه بكرة القدم اللي ما بنعرفش نجيب فيها بطولة عالمية. يبقى السؤال في مصلحة مين اللي بيحصل ده؟ وانتوا ايه رأيكم في اللي بيحصل لأبطالنا؟ هو المفروض عشان انت مصري النيل رواك والخير جواك تشرب منه المر وتسكت؟ وناس تانية تسرق وتقعد على كراسيها من غير حساب؟ ولا تهرب من الظلم وتشوف مكان يقدر موهبتك؟ هل هيجي اليوم اللي نشوف فيه حد بيتحاسب على المهزلة دي؟